يوم جديد كله حياة، شمس بتبتسم وناس وهوا. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا حبايب قلبي، انت عاملك تلاقي رموسة، انت فين يا رموسة؟ موطيه صيتك ليه يا رموسة؟ طبعا عشان احنا بالليل. بالليل دلوقتي الساعة كام؟ دلوقتي الساعة، وريني كده افتكرت، مش مهم الوقت، الساعة كام؟ الساعة 4 يا جماعة، وأنا ورايا مدرسة بكرة. مين اللي مسهرني؟ وراها مدرسة وصحى للساعة. الساعة كام يا جماعة الوقت؟ ثواني كده، الساعة 4:03 بالظبط. شايفين الساعة كام؟ اهي 4:03. فطبعا يا جماعة لو هنام ليه؟ يعني ساعتين دول يعملوا ايه؟ فخليني صاحية عندي الساعة 6. فهاجي طبعا هكون عاملة زي الراجل التعبان اللي جاي عايز لقمة وينام، يعني عايزة لقمة وانام بعدها على طول. ملاحظة اللي انتي يعني طبعا هيزعلوا منك اللي انت سهرانه كده. فطبعا مين يعني اللي مسهرني؟ انا كنتش بسهر يا جماعة والله بجد، كنت ايوه بنام سبحان الله، ايوه انا ايام اللي غلطان. المدرسة والله، كنت بنام من الساعة 7. ايام الكهرباء كانت بتقطع من الساعة 6 لحد الساعة 7، انا كنت بنام من الساعة 6 بقى لحد الصبح. لكن دلوقتي بقى ايه؟ هاي دي بقى اهم حاجة، الستر. فعملت الطرحة خمار، وعدنا يا رب ان احنا نبقى كده مختمرين ونتنقب ان شاء الله. طبعا يا حبيب قلبي، مش عايزه انام، مش جالي نوم اساسا. يعني انا والبشمهندسه هايدي اللي بتصور ما بتنامش الا الساعه 6 الصبح. انا مش ما لازم اخبيش تقولي حاجه، لهم يعني. تنامش الا الساعه 6 الصبح، اشغل لها قران عشان ربنا يهديها وتنام. اعمل ايه؟ اتخلص لنا الشبكه يا ماما، الشبكه بقت ب 200. معلش معلش، فطبعا يا حبيب قلبي، عايزه اقول لكم حاجه، افاجئكم مفاجاه، يعني ان انا كنت عارف ان المدرسه اللي هو بكره، انا كنت امبارح نايمه وعادي وكل حاجه، لقيت وكنت بكلم امل باين بتقول لي المدرسه بكره، فعرفت ان المدرسه بكره. انا مش مستعده اصلا للمدرسه. فيا جماعه النهارده اديني مصروفي 50 جنيه. تمام، توريكم بقى ايه الشنطة، توريكم ما حاجتها. تقوليش ما تقوليش طبعا ما تقوليش ما تقوليش ما الشنطة دي انت تقوليش ما عارفين تقوليش انا ما تقوليش جايباها امتى، انا جايباها في اول الدراسة يعني. فطبعا كان هنا بقى ايه، كانت مليالي هنا رسمالي بقى ايه، قلوب وحرفها بقى، وكانت ملياها بقى شخابيط. حطيتها بقى كده ايه، قبل ما احطها في الغسالة هي كانت ايه رغت، قلت لها رغس على الشنطه ديت عشان ايه تاخديها من ايه، بقالنا اسبوع كده. رغت عليها وغسلتها، بعديها لقيتها لسه فيها الكتابه برضو. فضلت بقى انا ماسكاها بقى وبالصابونه السمراء وايه بقى ايه، قعدت اديها بقى شويه كده، والاخر سبتها منقوعه شويه عبل ما كنت بغسل هدوم، ورجعت بقى تاني ايه حطيتها بقى في الغساله بميه سخنه كده، بقت زي الفل. فهي شنطه يوم ما كنا بنجيبها والله انا جبت لها احلى حاجه، عشان يعني تكون كويسه معايا يعني. هي ما شاء الله مش القمشه اللي هي الناشفه دي، لا هي تحس اللي هي قماش كده. فبصراحه جميله، لما اتغسلت جميله جميله جميله. هي طبعا لسه جديده يعني، شوف عشان بحافظ على حاجة. ايوه بتحافظ عليها بأمارة ماء. هي اصلا ساعه ما شافتها اتفاجئت من الكتابه اللي عليها راحت، صح ولا لا؟ منكش يلا بقى شوف هتحطي ايه بقى في الشنطة، وشوفي جبتي ايه بقى، ايه من اللي جبتيه. طبعا بقى يا لو بنات ايه، سمحت عايزة اقول انا ما كلمة. سلمتش عليهم اصلا. طب استنى اسلم عليكم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وراحة بال جميعا. حبيب قلبي ما تنسوش تحط اللايك الجميل، وما تنسوش دعوة لماما سعيدة بالرحمة، وما تنسوش كده تصلي على سيدنا محمد. وهنشوف رميساها تقول ايه، ونرجع بقى ايه تجهز معاكوا شنطتها. انا مش عارفه اقول كلمه النيل ولا كل عيش وحلاوه وسكت. لا لا يلا خلصي، شوفي لا انت لا جبتيه. هقول له لو سمحت يا ريس، احنا بنحبك يا سيسي، احنا فداك وتحيا مصر، بس مش هناك الكباري. المهم يعني ما علينا، يعني احنا يلا يا بنحبك. رميساء خلص. استني تاني، احنا بنحبك والله وكل حاجه، بس الكشكول ليه يبقى ب 20 جنيه؟ يعني ليه يعني الكشكول يبقى لا 20 مش جنيه كشكول، كشكول سلك ولا انت بتسموه كشكول ايه بقى؟ ليه يعني ليه؟ وفصلت مع الراجل اللي ب 10 جنيه، بيقول لي ده انت يوتيوبر يا بنتي، يعني يوتيوبر. قلت له يعني يوتيوبر،
يوتيوبر باكل دهب يعني، مقلاه معلقه من دهب، ما انا باكل معاكم زيكم، مش لاقي اكل من حوض السيسي يعني الاحترام. يلا يا رميساء خلصي، ما علينا يعني، مين اللي بيخبط على الباب ده؟ شوفي بقى جبت ايه، وريهم بقى شوفي جبت ايه. جبت الكشكول، الكشكول ب 20 جنيه. شيلي بقى على رجلك، شيلي على رجلك. شوفي بقى ايه، ب 20 جنيه يا ريس. يلا يا رميساء ما ترخميش. وجبت الاندوم 10 جنيه. فطبعا احنا اكلين النهارده فراخ رز. يلا يا رميساء مش يندوم خالص. وانا دم تقيل. يلا يا رميساء بقى الله يهديك. فطبعا حبيب قلبي انا بحب الحاجات اللي هي دي، حسيت عارفه ان انتوا كشاكيل السلك دي جميله قوي قوي يا بنات. انا بقول لها عمري ما شلت الكشاكيل السلك دي اصلا، ما كانش ايامنا خالص يعتبر يعني، فكانت جميله يعني، ذوقها جميل. او بقول لها انا عايزه واحد منهم، فبتقول لي خدي ان شاء الله بقى ايه تجيلي واحد. ماشي فيلا بقى. هي طبعا شوفي شوفي بقى يا رميساء، شوفي جبت ايه. عارفين يا جماعة أنا جبت دي ليه؟ عشان هلاقيها وكده. عارفين انتوا الأفلام الكورية اللي بيبقى حاطط صورة البطلة والبطل وكده، فحسيتها إن هي حاجة حلوة كده. نوت بوك يلا. طبعا هي جايبة اتنين نفس الشكل من دول. ممكن أبدل هاي دي واحد يعني، لا يا قلبي لو معاه لما عوز لما عوزها بقولك. لو يلا معاه بينا. حلو معايا هدي، لو وحشة مش هدي. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين دي عاملين عامله زي الاستيكر اللي بيتحط على الحائط والكلام ده، عارفينه. يلا افتحي بقى عشان ايه ابقى اكتب لك اسمي. انا هحطهم في الكيس ده. طبعا الكيس والله جديد جديد. الكيس ليه سعر برضو يا بني، شكله جميل. نسيت اوريكم دي يا ولاد، انا بحب اللون ده. ماشي ما نوريه بقى، ما نوريهم دول اول. انا بحب لونه اللون ده الليموني ده، لون الاشارة. بس يا ابيض، واللون ده برضه رقيق جدا. افتح يا رميسة بالراحة يا عادة، انا هحطهم في الكيس تاني. شايفين ده رقيق خالص رميسة، ما حسساني ان هي بالراحة يما بالراحة. كراسة رسمة يا جماعة، دي كراسة رسمة. كراسة رسمة مرسومة على ماله؟ الاسم اهو ستيكش. يلا سكيتش. الله يهديك. يعني ولا سكيتش يعني، مش سكيتش برضه. لا سكيتش اهي، سكيتش. يلا ستيكش ستيكش مش ولا لسه مش في كورونا. يلا خدي افتح بقى دول. طبعا يا بالراحة يا رمي توريهم بس عشان نضافة كده. يلا بس يا رمي الله يهديكي بقى، بلاش خربطة بقى، كل ده هيخربش في البتاع. معلش يا جماعة انا مزعجة شوية. طبعا يا جماعة استوب يا ايه شايفين؟ والله والله خسارة. طب خطي شجعوها كده بقى وقول لها ايه تذاكر كده خطي الجميل ده يا جماعه، تذاكر وايه وربنا يهديها كده وربنا يوفقها ان شاء الله. طبعا خدي بقى حاجتك دي، مش في مقلمه واللي هو البتاع اللي هو الرميساء اللي هي فيها البرجل والحاجات دي، البرجل والحاجات اللي هي فيها البرجل. بس مش هاخدها لما يقول حتى يعني. يا سلام ما تحطها في صمتك، مش بتاخد رياضه ولا ايه؟ اخد بص تعالي بقى عشان ما تحصليش صعبه. مثلا ايه الكراسه اعملها للعربي وايه الانجليزي وايه للعلوم؟ يعني مثلا عايزه على الكراسه للعربي اقسمها لده وده وده، فاهمه؟ خدي اللي هي الليمون دي الليموني. دي للعربي. تمام ماشي، دي للعربي يا جماعه. طب يلا حط بقى حاجتك كلها، شوفها هجيب اكتب لك الاسم. دي خسارة في الأستاذ. ودي يعني ده العربي، وإيه العلوم وإيه الرياضة؟ يلا يا رميسة براحتك. عشان يعني ما اخترتش الأولى. تقول هكتب إيه بقى؟ أكتب إيه؟ اكتبي رميساء بدرة محمد أحمد الدسوقي عنوان البيت. ليه يعني؟ ماشي أنا ما كتبتش من زمان، زمان بقى خط وحش. اسمك إيه؟ ملك. اسمك ايه؟ والله بجد خط زمايته بقى وحش. استنى كده ما نجرب القلم الاول.
اسمك رميساء. ده حاسه انت تطلع لي بطاقه، مش عارفه ليه. طب اتكلمي، يعني مش هكتب وهتكلم. ايه رميساء البدراوي نقطتين لو سمحتي. محمد احمد البويسي. يا جماعه البويسي او الدسوقي عادي يعني، بس انا بحب الدسوقي عشان هو اسم الدسوقي ده اسم المدير بتاعنا، فعشان كده بقى ايه وما يجي يقولوا له اسمك رميساء، ايه اقول له رميساء بدر محمد احمد الدسوقي. تمام. الكراسة دي بتاعت ايه بقى؟ رأيكم يا بنات في الخط بس كده؟ لا إيه عدي لي يا رميساء الكاميرا كده اهو. فصل اولى تاني. بس إيه مدرسة الصيغة الإعدادية. يلا يا رميساء ماشي كده، ما تمام. اعرفش دي هتسيبيها لايه. لا ما تكتبيش خلاص مادة ايه عشان لو ماشي ما تمام كتبتش فيها يعني وكده. تمام نكتب هنا. رميساء البدراوي. مش بقولك خط عاد وحش. يلا يا دي يعني هما هيتجوزوا خطك يعني. ايدك دول لقيت بنت اختك كايل. لايكات يا بنات. طبعا يا جماعة هي ايه فصل كام؟ اولى تاني. انت في اولى؟ اولى تاني مش انت في سنة تانية؟ تانية اول. انت في تانية تاني صح؟ يا غبية، في تانية تانية تانية؟ اه؟ قولت ايه اللي احنا كاتبينها يعني؟ قولت ايه؟ تانية، يا مش عارف انت السنة كام؟ ده الفضاء. تانية تانية؟ صح؟ ايوه مش عارفة يا بنات هي في سنة كام؟ الله يشفيكي يا رميسة يا أختي، يعني أعمل فيها ايه دلوقتي؟ بلاش هدف. اكتبي في دي، اكتبي دي بالدراسات عشان احنا كده. ولا اقول لك يلا يا لما تتأكدي الأول. والله هسيب لك ناقصة سنة كده اهو من السنان بتاعت رميساء. طب اتكلمي، الفيديو مش هتسكتي كده؟ تسمحي لي يا مامي وقتك شوية. شايفين يا جماعة حد لاحظ البتاعتين دول؟ دول ناموستين يعني، عاملين زي عادة القطة. مش عارفة. لا انا ايه ده اصلا ما نسيت ما القلوب، نسيت شفتش. القلوب، نسيت القلوب. يانا على القلوب بس. يم شايفين ايدي من ايدي؟ هتكتب اسمك على ولا لا؟ لا 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 اكتبلي اكتبلي اكتب لهم اليوتيوبر رميساء عشان يعرفوا، رور رو رو عشان يا جماعة لو ضعت من اهلي يعرفوني. طبعا الكشكول الأخير. خلي بالك مش هاخد الا كشكول واحد يعني، ليه؟ يعني هاخد التلات كشاكيل في اول يوم يعني. هيجيلنا يعني المواد دي كلها في اول يوم. هاخد العربي عشان العربي هو كده كده هيجيلنا يعني، معروفة يعني. التوفيق والنجاح يا بنتي، يا رب يا بنتي. التوفيق والنجاح انتي وكل الطلاب. يلا يلا بينا وخلاص تمام كده، نبقى احط حاجة حطتك ماشي وايه. روح المدرسة تقريبا يعني. يلا بنتي هنجيب شنطتنا النظيفة الجميلة اللي مش هوسخها تاني، وعهد بيني وبين نفسي ان انا مش هوسخها تاني. تمام، انا اعدلك اهو هشوفك ماشي. طبعا مش هاخد كل الكشاكيل دي عشان الكشاكيل اصلا تقيلة، فعشان كشكول 100 وكده فالكشاكيل تقيلة. تمام، شوف هتعمل ايه. فهاخد الكشكول، هاخد كشكول واحد اللي هو هيبقى العربي وكده، فهو كشكول 100. فانا طب خدي هعمل اتنين حتى، املاء، بالتالي ان انا بتقسموا يا بنات هعمل يعني، املاء يعني نص كده املاء، نص تعبير، نص نحو، ونص بتقسموا ربع يعني كده. نص ايه خط. وبالتالي ان ما عادش هيبقى المادة التانية يعني. انتوا عاملين بقول ايه؟ يلا فبصوا انا هاخد دول يا جماعة، النظرة البومبستيكية ايش تقصد بيها؟ يلا يا روم. الوردة دي عجباني، مش عارفة عارفين الوردة دي اللي بتبقى على الفستان العيد اللي هو بتاع، فاكرينه مش فاكرينه بس انا فاكراه يعني. هنحط هاتي ام المقلمة اللي في اللي هنا، لم اقلامك وحاجتك دي لا ماشي. ماشي. يلا.
لا لمك وحاجتك قوم. مدرستنا النظيفة اللي مرسوم عليها قلوب الجميلة جميلة، اللي جميل من بره مش جميل من جوه. طب يا مالهاش سيستة ولا ايه؟ تحط القلم لا شوف تاني. يلا بالشفا ان شاء الله. لا كده هبقى شكلها مكلكع من قدام، فهحط الصفحة لورا. طبعا انت شكل دي الدرب بتاعي عشان اتسرق مني فلوس قبل كده في المدرسة، هواصل بي والله لا اعرف. فطبعا يا جماعة جبت استحمت وجبت بوك. طبعا ده البوك ده جايباه من السنة اللي فاتت، الترم اللي فات، الترم اللي فات. فطبعا يا حياة قلبي كان جاي مع الشنطة برضه. ايوه كان جاي مع شنطة فهاخده معايا يعني. فطبعا كده نكون خلصنا جروز مي جدرز مي جدريت وزمي، انا عارفه اقولها والله جدريت وزمي. ف يلا هذا عاوزه حاجه بقى. الله في أمان الله، مع السلامة. يعني الساعة 6 يعني، استنونا دلوقتي يعني، استنونا دلوقتي يعني، هلبس و ارجع لكم تاني. يلا بينا، هدومها وحاجتها مجهزة هنا من امبارح. فردة وفردة الكوتش الجديد طلعته وكده، والشراب بقى والبندانة والطرحة اللي لابستها طبعا والشنطة. فطبعا هنحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. وانتظرونا الصبح ان شاء الله لما تلبس يا بنات. طبعا انت الشنطة العجن يا خلاص ايه هتموتني. فطبعا عايزة اقول لك حاجة، دلوقتي ايدك كده اهو، عاوزة اشكرك انك في عادي ايدك خايفة ليه؟ عايزة اشكرك انك فيها كده اهو، عايزة اشكرك انك في حياتي. خليني اقول لك كلمتين بقى ونخلص. ماشي يلا. عايزة اشكرك انك في حياتي اجمل اخت وام في العالم. حبيبتي رموز، ربنا يوفقك يا رب. ايدك طيب مش لا ما تبصيش، مش هبص امال اقطع هديلك بقى. ده انا بوس دماغك وبوس راسك وبوس رجلك على كل حاجه بتعملها في حياتك، معوضاني عن كل حاجه. وطبعا ما كان ماما سعيده، ربنا يوفقك ان شاء الله وينجحك وربنا كده يخليك لي يا رب. ويهديكي ويصلح حالك انت وكل اللي زيك. اللهم مليان البيت هنا وسعاده، يا رب تفضل في حياتي دايما كده، واشوفها اسعد السعيدين في حياتي، واشوفك احلى حاجه في حياتي كده، واشوفك في عاليه 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 كده فوق، انا وانت ان شاء الله وكل اللي تتمنيه تتحقق يا رب، وما اشوفش فيك اي حاجة وحشة يا دودو. قلبي رموس انا وانت يا رب. قلبي يا قلبي يلا عيش عشان لنفسك. يلا عشان ما تطولش عليهم، وان شاء الله الصبح يا بنات هتديكوا برضو لقطة كده وهي رايحة ايه المدرسة بعد ما تجهزوا كده. ان شاء يلا الله يا رب. تصبحوا على خير دلوقتي. صباح الخير. يلا تصبحوا على خير. صباح الخير يا حلوين يا قطقيتي مع الشيبان. طبعا صباح الخير دي اجمل حاجه في حياتي، صباح النور، صباح القشطه، صباح السكر على عينكم. طبعا يا حبايب قلبي كده بعد ما لبست طبعا الشنطه اهي، فطبعا راح المدرسه دلوقتي بقى، ولابسه الجاكيت ده عشان سقعانه، هي هدوم المدرسه اهي، بس لابسه الجاكيت بقى عشان سقعانه وكده والحته ساقعه بره. فادعوا لي كده ربنا ينجحني في اول يوم، اول يوم كده ادعوا لي وادعوا لكل زمايلي يا رب، ربنا كده ينجحنا جميعا. فطبعا لسه ما نمتش، صاحي قبل دودو لسه ما نمتش ودودو لسه ما نمتش. فطبعا كده بقى الساعة 7، فالطابور بيبدأ الساعة 7:10 أو نص. فانا هروح دلوقتي فعشان اعرف اقعد مع اصحابي شوية قبل الطابور وكده. فما تنسوش دعوات كلية، متنسوش تصلوا على النبي كده الصبح كده. فطبعا في حاجة مطيرة فيها ايه، هي رموسة. قررت النهاردة انا اصلا يعني مش عايزة ابان شعري تاني، فيعني انا اليومين دول كده ما بسيبش ولا فرد، وبصلي وبقرأ قرآن كتير. ف الفترة دي كده متقربة من ربنا جدا جدا، فما عادش عايزه ابين شعري تاني، وان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يهديني وما بينش شعري تاني. فبحبكم في الله، خليكم معايا بقى. هايدي بقى هتيجي، هاجي من المدرسه اشوفها طبخه لي ايه، فلو ما طبختليش هفتح الكاميرا واصور لكم برده، ولو طبختلي هفتح الكاميرا واوريكم برده. تمام يا هايدي؟ تمام، هشوف انت هتطبخي لي ايه. هي يا جماعه بتقول تمام، عارفه يا جماعه لو ما طبختليش انتوا عارفين بقى،
اصور لكم. تمام، بحبكم في الله، منتظرونا، شجعونا يا جمهورية، احنا في قرنا مش في قرنا. سلام، توحشوني. طبعا يا بنات يا تحت تهديد السلاح. هي بتصور بالعافية لان جت من النوم، وصورنا فيديو الهدايا بتاع طبعا وزير السعادة طبعا. وبعدين ايه، ما كنتش انا عملت حاجة، انا كنت لسه نايم. فطبعا بعد ما صورنا الهدايا حق رمسيس، صح. فبعد ما خلصنا بقى قالت لي قومي اعملي، قلت لها ما تقومي. قالت ازاي انا اقوم، انا لسه جايه من المدرسه وتعبانه وعايزه انام. فدخلت تنام بقى، فانا قلت لها ماشي هعمل كده حاجه خفيفه، اي حاجه كده نعدي النهار. فيلا بينا عايزه انام. شوف هتقولي ايه بقى، ست مفتريه. شوف هتقولي ايه. يعني الحق عليا يا بنات اللي انا طبعا هايدا بكمل الفيديو بتاعها. الحق عليا، عارفه ان انا بحب المكرونه، فقامت عامله لي مكرونه. طبعا قالت لي اعملي مكرونه. طبعا ايه رايكم؟ والله يا بنات شويه شويه مكرونه عسل بجد والله. شوفوا شكلها بالفلتر. يلا يلا بينا، انا بطني بتصوصو اصله. طبعا عملت كده بيض وطبعا مخلل. إيه والله هنا البطاطس جوا، بس ما حبيتش بقى بطاطس. فيلا بينا، ايه رايك يا رميسة؟ زي الفل يا ايدك. طب هتنامي تاني ولا ايه؟ عاوزاك. طبعا بابا منورنا، ويلا بينا. سلم عليهم يا بابا على حبيبك بابا. بنسى الكلام والله. ازيك يا حبيب؟ ازيك يا حبيبنا، الحمد لله. هما بحبوك والتعليقات كلها ليك والله. فيلا بينا.